تزامنا مع تأهل فريق رائد شباب غرب وهران لفئة الأشبال إلى نهائي كأس الجمهورية على حساب اتحاد العاصمة، نظمت إدارة الفريق وبالتنسيق مع أوفياء مدرسة جامعة وهران حفلا تكريميا على شرف قدماء لاعبي الفريق، في لفتة اعتبرها المشرفون على الحفل بمثابة تصحيح الأخطاء ورد الاعتبار. ربي وفقني باش كرمت هادو لي زونسيان حاج الحاج بريدجي دالا اونكور بادرنا باش نديرو مبادره يعني لهاد الاصاغر يعني، وفي نفس الوقت باش نكرموا بالكبار تاع مدينه وهران من اطارات يعني من اطارات ولاعبين قدامى ومسيرين سابقين سواء في جمعيه وهران ولا في مولديه وهران ولا في فلرسي ولا فلرسي جيو. المبادره عرفت حضور اسماء ثقيله في مجال كره القدم على مستوى الغرب الجزائري على غرار قمري رضوان، فيصل مجني، حميده تصفوت وغيرهم. اولا مبادره كبيره قاموا بها مسؤولين هذو على راسهم هواري بلاحه ورئيس فريق ارسي بوجرا فؤاد، نظن بلي مبادره كبيره سيتادير لايم كاع اللاعبين القدماء، وجوه كبيره في مدينه وهران، مدربين كبار على راسهم الحاج بريجي الله يبارك اللي راه مازال ودا التكريم تاعه، وما ننسوش باللي احنا كاع لاعبين فتنا على فريق الارسيجي. وهذا هي مبادرة بطعم الاعتراف والتقدير والحنين إلى الزمن الجميل في انتظار أن تتكرر حتى لا يطغى النسيان على أسماء أخرى غيبتها الظروف والرداءة عن الساحة الكروية.